تمام. جمهور الزمالك زعلان منك شويه. انا كل الجمهور زعلان مني. طب خلينا في جمهور الزمالك زعلان منك ليه؟ اتفضل. وده انا بقول لك كده علشان دي فرصه ذهبيه للرد، علشان الكل من الملايين يسمعك دلوقتي. ان جمهور الزمالك بيقول ان اللي حصل في قصه سيد عبد الحفيظ ده، دي تصريحات صوت وصوره. كيف حرفت التصريحات؟ هي صوت وصوره، وان سيد عبد الحفيظ لم يتم التحقيق معه في اتحاد الكره، وان اتحاد الكره تراجع في موقفه مع مدير الكره في النادي الاهلي. لا، هو الكابتن سيد عبد الحفيظ حضر لمقر اتحاد الكوره يوم الخميس ومثل للتحقيق بوجود المستشار القانوني للنادي الاهلي المستشار محمد عثمان، واللي قام بالتحقيق هو المستشار حسين حلمي مدير الاداره القانونيه ومستشار قانوني لاتحاد الكوره، واحد من الخبرات القديمه والطويله جدا. والراجل قعد في التحقيق وقدم الحكايه. احنا مكاننا ما يعنينا في التحقيق هي مساله مش الصوت والصوره اللي اتقال، كان يعنينا التصريح ان هو بيتقال ان الكابتن جهاد دريشه بيتصل بيه يعتذر بعد المباريات، ان لم يثبت الكلام ده في التسجيل الصوتي الموجود، والموقع اللي نقل عنه هذا الكلام اعتذر. يا فندم دي تصريحات تلفزيونيه، الموقع ما قال التصريحات التلفزيونيه. لو انت جبت لي في التصريحات ان هو قال ان الكابتن جهاد بيتصل بيا بعد كل ماتش يعتذر لي زي ما كتب، ده اللي عنانا في الكلام، مش بقيه الكلام. ده اللي كان يعني، واللي حصل ان ده لم يحدث، والموقع نفسه اعتذر عن هذا الامر. لا يا فندم، الموقع يا فندم ده، الموقع ده كتابة، انا بتكلم على تصريحات تلفزيونيه. هو لا هو كل الكلام كان على الكلمه دي، القصه بالنسبه لنا كانت على الكلمه دي، مش على بقيه التصاريح اللي ممكن يقولها اي مسؤول ويقول او ينقد بشكل او باخر. الكلام كان على ان بنشكك في احد الحكام انه بيتصل بمسؤول بعد كل مباراه قام يعتذر له. هي دي كانت القصه اللي تم عليها التحقيق، ولما ثبتت ان دي مش مظبوطه اتقفل التحقيق على هذا. لكن هو حضر. طب هجومه على الحكام يا فندم ما اتخذش في الاعتبار؟ لا، ده ما كانش محتوى تحقيق، ولا كان هو ده موضوع التحقيق. هل اتحاد الكوره ما شافش؟ هل اتحاد الكوره ما شافش من نفسه؟ موضوع التحقيق كان عشان الاحاله بعد كده، لو ثبت ان هو قال ان الحكم ده بيتصل بيا ويحضر لي، او هو ما قالش. طبعا احنا مش بنشكك في الحكم اللي اتصل بيه، لان احنا متاكدين منها من اول دقيقه، لكن الكلام نفسه كان على هذا الامر. لما الكلام ده جه والموقع نفسه اللي قال هذا الكلام نفاه تماما، وهو الراجل جه وقال والله انا ما قلتش الكلام ده، وتفضلوا ادى الدليل 1 2 3، وده الكلام كمان المصور اللي اتقال، خلاص اتقفل التحقيق على هذا. طب بصفه عامه كابتن احمد، لو اي مسؤول في الكوره في مصر اتكلم على التحكيم بشكل مثلا، لو تفتح عمل الشيطان اما تبقى تحصل نتكلم فيها. لكن انا لا، يعني حق اتحاد الكوره ان يحاولوا للتحقيق طبقا لتصريحاته. انا من حق، بص، اي مسؤول رسمي من حق اتحاد الكوره ان هو يتخذ ضده او ضد النادي اذا لم كانش هو صاحب صفه مباشره، زي الجماهير مثلا، لو الجمهور نفسه هدف او حدث او عمل اتحاد الكوره بياخد عقوبه ضد النادي. انما وفي الاخر لائحه العقوبات اللي موجوده داخل لائحه النظام الاساسي ولوائح الانضباط المختلفه ولوائح المسابقات وشؤون اللاعبين وكل اللوائح الموجوده في الاتحاد هي نابعه عن العقوبات الانضباطيه في الاتحاد الدولي والاتحاد الافريقي. طيب ماتشين الاهلي مع سيراميكا ومع دجله خلاص اتاجلوا، هل موافقه سيراميكا ودجله وصلت اتحاد الكوره، ولا خلاص الموضوع قضي الامر فيه؟ ان شاء الله باذن الله هم بسيط اتاجلوا بالفعل. هي الفكره في تحديد مواعيدهم. لو النهارده عندي بيراميدز مثلا مشارك في البطوله الافريقيه، ابدا رغبه في انه ياجل مباراه في وسط المباراه الافريقيه، يتعهد انه هيقدر يلعب المباراه دي اثناء فتره توقف المنتخب الاولمبي دون اللاعبين المختارين في المنتخب الاولمبي، واحنا ما عندناش مشكله. تمام. هتعيد فين بقى؟ في الحمول ولا في مصر ولا فين؟ في الاتحاد والله. في الاتحاد؟ يا راجل اجز بقى يا راجل، عندنا الدوري مستمر، عندنا يا راجل اجز بقى يا راجل، خاصه بمنتخبات. انا عندي 9 منتخبات شغالين كلهم عندهم ارتباطات. عندي منتخب الشرقيه مسافر السنغال عشان هيلعب كاس العالم، عندي منتخب الصالات عنده بطوله عربيه من يوم 20/5 وبعد كده عنده كاس العالم في ليتوانيا، عندي النهارده قرعه كاس البطولات الافريقيه الكره النسائيه الفريق الاول والشابات والناشئات، عندنا المنتخب الناشئين شغال، عندنا المنتخب الشباب شغال. الله يكون في عونك. يعني مش يعني مش رايح البلد يعني مش رايح البلد يعني للاسف. يعني انا بعتذر لاهلي في البلد، لكن انا في الاتحاد يوم العيد ان شاء الله.
كل سنه وانت طيب وعيد سعيد عليك. سنه وعيد طيب، وبشكرك كمان مره. وعقبال ما نشوف انتخابات اتحاد الكره عن قريب.